تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادر والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. شحركم شابين اليوم وهدر انت تاني راك هايل او عندك رسم شباب راكم هايلين بالرسومات انت تانيك مرحبا بكم. اذا شكون اللي عيطنا له بالتليفون باش يجي يحضر حصه عمو يزيد؟ شكون 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 اصحاب المعرفه ماشي بزاف يا لبس. اذا يا اطفال كما هاد الاطفال اللي محاضرين معنا كلمناهم في الهاتف باش يجيو يحضروا معنا في حصه عمو يزيد. نقول لكم اذا حبيتوا تحضروا وتشاركوا معنا في الحصه ما عليكم الا تروحوا الانترنت على موقع عمويزيد.com بهذا الشكل. اذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملا الاستماره. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. يا أطفال في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم هو يوم عالمي يخص لي مونيمون هيستوريك اي لي سيت. هذا يخص النصب التذكاري والمواقع. شكون اللي يعرف المواقع التاريخية في الجزائر؟ المواقع التاريخية عندنا مواقع تاريخية جميلة شكون اللي يعرفها؟ نرجع عند الشابة هذه. واسمك بنتي؟ سيرين. سيرين من جيتي سيرين؟ بن عكنون. بن عكنون من العاصمة. عندك موقع تاريخي في الجزائر؟ نعم. واش هو؟ عيد الناصر. لا لا موقع تاريخي يعني مدينة ولا موقع تاريخي؟ نعم. غردايا. غردايا. غردايا مدينة تاريخية ولكن موقع. واسمك؟ عزام. من جد؟ من بوزريعة. بوزريعة. أعطينا تي هودة. تي هودة. وين هي تي هودة هذه؟ ايش هي والله؟ وش هي؟ حبيت تقول تي مقاد؟ ايه تي مقاد تي مقاد تي مقاد بالضبط تي مقاد موقع تاريخي. واسمك بنتي؟ رندا. رندا من جيتي رندا؟ بني مسوس. بني مسوس العاصمة؟ جميلة. جميلة كذلك مدينة جميلة في سطيف اللي نحييو ناس سطيف. دقيقة أسنى تشوف. واسمك؟ أكرم. أكرم من جيت أكرم؟ من العاصمة. نسيت داركم؟ من العاصمة. معليش واش هو؟ تعرف في موقع تاريخي في الجزائر؟ واش هو؟ خطي في ناقي الموجود في تمن راس. برافو 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 يا أطفال. واسمك؟ عماد. عماد من جيت عماد؟ متزاير. تعرف موقع تاريخي وش هو؟ القصبة. القصبة القصبة موقع تاريخي. موقع تاريخي على بالكم يا أطفال باللي عندك أسنى ونسمعوا لهاد العروسة هذه. واسمك؟ رانيا. رانيا من جيتي رانيا؟ من الأربعة. من الأربعة ولات بليدة يا أخي. قولي لي مدينة الجزائر. بون مدينة الجزائر العريقة نقدروا نتكلموا على القصبة. يا أطفال كاين مواقع تاريخية جميلة في الجزائر. المدينة الرومانية بتيبازا تعرفوهم؟ كاين مغارة بن عاد. تحياتنا لكل سكان مدينة تلمسان. الجزائر مليئة بالمناطق التاريخية والنصب التذكارية. هذا اليوم هذا منذ سنة 1982 اليونسكو دارته يوم عالمي لأنه يا أطفال على بالكم ثقافات الأمم تكون حقيقة بالأدباء تكون بالفنانين تكون بالشعراء تكون بالمسرح تكون بالفنون ولكن كذلك تكون بالبنايات نتاعها وبالتشييد نتاعها. هو لأنه لما نشوفوا هذه المواقع التاريخية هذه نشوفوا التاريخ نتاع الوطن نتاعنا ونشوفوا التاريخ نتاعو عبر الأزمان. يا أخي
انا كبدايه كل حصه راح نطرحها لكم لغز. تحبون الغاز؟ ما هو الشيء الذي اذا لمسته صاح؟ كالي لا شوز سي تو لا توش الكري. اذا يا اطفال على بالي انتم شاطرين، ولكن اقعدوا في اماكنكم حتى نهايه الحصه مع الاطفال اللي راهم يشوفوا فينا. اصبروا، ما تقدروش تصبروا. معلش اصبروا شويه. قبل هذا الشيء احنا كلفنا اليوم نور الهدى باش دير لنا بحث عن العقيد في الراج. اذا نور الهدى تفضلي. اليوم جيت نحكي لكم على شهيد لواج محمد بن احمد المدعو فراج. ولد شهر ماي 1934 بقرايا ضواحي مدينه سبدو من اسره جزائريه ميسوره الحال. تعلم القران بكتاتيب القريه، ولما بلغ السن 15 من عمره انتقل الى بدله الحنايا بضواحي تلمسان حيث واصل دراسته، ثم عاد منها سنه 1952 واشتغل في التعليم. كان شاهدا على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فانضم إلى حركة انتصار الحرية الديمقراطية وأشرف على أحد هياكلها، وغادر مسقط رأسه إلى مدينة سعيدة هروبا من المضايقات التي لحقته. بعد انطلاق الثورة مباشرة قام بسلسلة من العمليات السرية التنظيمية التعبوية عبر كامل المنطقة الخامسة ابتداء من شهر أكتوبر 1955، حيث أوكل إليه الإشراف آنذاك على قيادة فرقة لجيش التحرير الوطني، وهو لم يتخطى بعد 20 من عمره. استطاع فرض احترامه بفضل جديته في العمل وشدة مراسيه في الكفاح وصموده في الميدان. في فترة مارس 1957 و1958 قاد المنطقة الخامسة من الولاية الخامسة، إلى جانب الشهيد العقيد لطفي في قيادة وإدارة العمليات بحكمة وحزم مختلف المجالات، إلى غاية استشهادهما معا في عام 1960. شكرا نور الهدى. شكرا. إذن الشهيد العقيد فراج هو أحد رجال الثورة الجزائرية، نترحموا عليه ونطلبوا الرحمة لكاع شهدائنا الأبرار. بعد هذا واش رأيكم يا أطفال؟ واش رايكم يا اطفال بعد هذا؟ انا عندي اغنيه جميله على بالكم. عمو يزيد في كل حصه يجيب لكم اغنيه عندها مغزى وعندها هدف اللي تساعدكم وترافقكم. هذه الاغنيه تتغنى بالمساعده، يعني الانسان كيساعد اخيه. رايحين نتغنوا بعده فئات باش نساعدوهم، وان شاء الله هذه الاغنيه راح تحفز الناس باش يساعدوا بعضهم بعض. تغنوا معايا ساعدني ساعدني محتاج لك. يلا ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنبك.
لك إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك إنني معاق قاطيع سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري إنني معاق قاطيع سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وانا جنب لك برافو 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 اوكي برافو عجبتكم أغنية يا أطفال؟ هايلة إذا يا أطفال وش رأيكم دركا؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ نعيطوا كامل العمو فؤاد اللي جانا من مدينة موريال من كندا إذا عمو فؤاد خذ مرحبا مساء الخير يا أطفال نسحق طفلة صغيرة شكون 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 عنديرو لعبة تشوفوها أخي الكرك هو يلا إيه فوالا تقعدي هنا أنت يا ماسكوت نسحقوك اليوم بوبي يلا احتاجوك اللي بلا انا ش تخيرت لا توني باينه خير في اللباس كركو الله يبارك الله يبارك عروس الله يبارك عروس الله يبارك هاي اسكت نحي هذا اوكي شوف دركا نديروا لعبه بينو اسمك ماريا ماريا اي سيكيسا بوبي بوبي بين ماريا وبوبي ونشوفوا شكون راح يغلب ماريا و بوبي اوكي ماريا شوفي مليح ها بوبي شوفي مليح عندي قلعه هنا وعندي لا كاس فولار هنا كما اوكي شوف دركا كي ندير انا هك ماريا وين هي لا فولار فولار وين هو هنايا اوكي ونارو هنا اي القلعه اي هنا بوبي وين هو الكاس مع لا فولار لا فولار هنا اوكي بوبي القلعه هنا والكاس هنا نعاودو ماريا وين هو فولار اوكي فولار هنا ماريا عندها الحق و القلعة هنا وين هي فولار وين هي وين هي القلعة فولار هنا ماريا قالت فولار هنا وانت قلت فولار هنا اوكي فولار هنا بوبي غلب ماريا ما غلبت بوبي وين الفولار هنا الفولار بوبي خسر ماريا غلبت مين مشكل وين عندي قلعه هنا زايده وعندي قلعه هنا زايده نعاودوا وين فولار با بوبي هنا القلعه ماريا فولار تصفيقه حاره على ماريا عندي قلعه خلاف زايدين هنا سي بور سولا وين فولار سيغ بوبي وين فولار ماريا قالت هنا اوكي
قلعة هنا والفولار هنا، دائما تغلب ماريا تشفيق حر عليها. بوبي مين جيتي انت؟ اوكي مي مرة الأخرى سينو من عاود وانيا الفولارة خمم مليح. بوبي ماشي بور دوما سي بور مانون ماشي غدوة. الفولارة هنا اوكي عندك الحق. بوبي فولارة وينيا؟ اوكي هو يقول فولارة هنا وانت يا هنا ما كان والو هيا فولارة راحت هيا. ميرسي شكرا بوبي خسر تصفيق عليها شكرا مع السلامة. برافو 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 يا أطفال واش رأيكم دركا؟ تحبوا حكاية عمو يزيد؟ إذن رايح نحكي لكم حكاية جميلة جدا. إذن يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الكلب الطماع. واحد النهار كان واحد الكلب كان يمشي كان جيعان جوعان هكذا ويمشي يمشي يمشي يحوس على شي حاجة ياكلها. قاعد يجري مور واحد العربة هكذا رفد اللحم يجري يجري من بعد قاعد يصوتي في العربة هكذا باش يسرق شوية اللحم هكذا ما قدرش. ومن بعد قاعد يجري موراها يجري يجري من بعد فجأة طاح اللحم طاح مرسو هكذا تاع اللحم طاح في الأرض هكذا من العربة هذيك رفدو وراح يجري به وتخبى هكذا وقعد ياكل ياكل ياكل. ومن بعد قعد له خطر مرسو كبير هكذا كي قعد له راح باش يخبيه قال نروح نخبيه باش ما يشوفونيش باش غدوه من داك نعاود ناكل منه. راح يجري يجري هكذا قدام واحد الشجره راح فر فر فر. ومن بعد كي راح يخبيه هكذا واحد الغراب من الفوق قال له شفتك شافوا هكذا عاود رفد هذاك اللحم وراح يجري 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 يجري. ومن بعد ساب واحد الشجره ثانيه واحد اخرى حفر حفر كي راح يخبيه ساب واحد الكلاب هكذا صغار جاوا عنده هكذا ايو 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 قالوا له شفناك حبوا ياكلوا معاه رفدوا هو طماع ما حبش يعطي لهم رفدوا وراح ثاني يحوس على بلاصه واحد اخرى. ومن بعد في كل بلاصه يروح يحفر هكذا يصيب واحد يشوفه يقول له انا شفتك قال دوك يدوه لي وكامل هو طماع ما حبش يقسم معاهم. ومن بعد قاعد يمشي هكذا يمشي بعد فات فوق واحد الجسر هكذا فات فوق واحد الجسر هكذا بعد شاف شاف الماء هكذا شاف الماء شاف الصوره نتاعو هو عم بالو كلب واحد اخر عنده مرسو تاع اللحم شادو قاعد يشوف هكذا قال هذا كلب هذا عنده مرسو كبير على ديالي قاعد يطلي 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 هكذا حتى طاح له هذاك المرسو تاع اللحم ديالو في النهر. وهو طماع وخسر هذاك المرسو تاع اللحم تاعو طاح لانه عم بالو هذاك الكلب عنده مرسو كبير على ديالو. عمو يزيد تسمى الحكمه اللي نستخلصوها من هذه الحكايه الطمع يؤدي الى الخساره. برافو 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 بوبي برافو. يا اطفال الانسان في الحياه نتاعو ما لازمش يكون طماع لانه كما يقولوا جدودنا الطمع يفسد الطبع. شكرا يا اطفال شكرا شكرا. اذا كما تكلمنا مقبله شكون اللي قالت لي القصبه هي معلم تاريخي انت اللي قلت لي برافو برافو. اليوم عندنا يوسف جاب لنا شعر شعر يتغنى بالقصبه. اذا نرحبوا كامل بيوسف. مرحبا بك يوسف تفضل تفضل. السلام عليكم. بسم الله بسم الله وكلامي ظريف من مدرسة الدبيح شريف. نحدثكم عن قصبة نحدثكم عن قصبة قلعة الذاكرة والمقاومة. سيدي عبد الرحمن مول القبة رجال النيف والشهامة. العلم والفن بالنوبة والمعاملة فيها قائمة. البارح كانت محروسة بالزعامة والرجولة. التاريخ يعرف عروسة وسكنها كتير فحولة. اليوم رابت العرسة والبيبان كلها محلولة. يا القصبة يا القصبة نفديك ونبنيك ونحيي فيك الذاكرة نكبر ونرجع ليك ربيت عليك الغيرة مع زملائي نجيك نحقو المسيرة. برافو 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 يوسف. أعطيني الميكرو بوبي أعطيني الميكرو. يا أطفال وصلنا دركا الفقرة نحبها بزاف. تاني تحبها
هذه الفقرة هذه هي فقرة النكت. شكون اللي يجي لعندي هنا يحكي لي نكتة؟ على بالي كاع شاطرين. تعالي أروحي أروحي بنتي. واسمك؟ فرح. من جيتي فرح؟ من الجزائر. من العاصمة. أحكي لنا النكتة تاعك. كيفاش؟ عندك نكتة؟ كيفاش معنى؟ بلاك؟ واش حبيتي تقولي لي؟ علاش رفعتي يدك؟ حبيتي تجي وخلاص؟ أيا معليش بنتي معليش معليش. يلا تفضلي أرجعي مكانك. أروحي بنتي أنتيا. أروحي تفضلي. عندي أغنية. واسمك؟ لينا. من جيتي لينا؟ الجزائر. تفضلي. عندي أغنية. تفضلي. تحية الدار تحية يا داري تحية الإكبار أوي إليك كل بياطي ولي قراري ما بين أبي وأبي وإخوة الأبرار فيا بهذا راحتي من عمل الدهار وملتقى أحبتي وصح بيت الأخيار ومكتبي وملعبي بين أخي وجاري. برافو 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 برافو. معليش برافو. أروحي بنتي تعالي تعالي تعالي. عندي أغنية. تفضلي. واسمك؟ ماريا. ماريا وين تسكني ماريا؟ في فوكة البحرية. فوكة البحرية. تفضلي. سلام الأرض أغنيتي وحب الناس عنواني وبالإحسان والخير سيحيا كل إنسان لنجعل أرضنا وطنا ونبنيها كأوطاني لنجعل أرضنا وطنا ونبنيها كأوطاني لأن الأرض كوكبنا وهل من كوكب ثاني لنحيا فيه في حب ولو أننا قيظان به الماء الذي يحيا ويروي كل ظمآن به الماء الذي يحيا ويروي كل ظمآن وأشجار مدلة بأعناب ورمان ومخلوقات في البحر بأشكال وألوان لماذا الحرب تقتلنا وتقصفنا بنيران لماذا الجوع شردنا وغطانا بأكفان. شكرا 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 شكرا. نوضح نقطة فقط. شكون اللي عند مازال ما هدهرش؟ شكون اللي عنده نكتة؟ أروح. ويلوم اسمك؟ أنا أروى. أروى؟ وين تسكني أروى؟ في قرصة. وين؟ في قرصة. في قرصو؟ واش حبيتي تغني ولا نكتة؟ تعرفي تغني؟ هيا غني تشوف. أنا وردة وردية شعري طويل أنا حلوة وذكية فستاني جميل أنا نعرف نقرأ أرحم وعلمتي أرحم بابا وماما أسمع كلام ربي يا أطفال يا صغار اسمعوا الكبار يا أطفال يا صغار اسمعوا الكبار اسمعوا النصائح يا أطفال يا صغار اسمعوا شيء يدخلكم يا أطفال يا صغار اسمعوا الكبار اسمعوا النصائح. قولي بقبيلة قلت نحب معلمتي ونحب ماما وبابا وعمو يزيد. عمو يزيد تاني؟ آه يا برافو. الله يبارك. شكون اللي عنده نكتة؟ شكون اللي عنده نكتة؟ عندك نكتة؟ عندك نكتة؟ شكون؟ عندك نكتة؟ أروح تعال. واسمك؟ فرح. وين تسكني فرح؟ في بهلي. وين؟ في بهلي. وين تسكني؟ في بهلي. وين تسكن؟ وين تسكني بنتي؟ في بهلي. أغنية ولا نكتة؟ واش عندك؟ تحكي لنا حكاية ولا تغني؟ تغني. تغني؟ أي قاعد تغنوا. أي أروحي بنتي أنت، أروحي منها، أروحي أنت. قعدي قعدي قعدي. قعدي هنا استناي. يلا غني لنا. ألف باء بوباي، أنا صاص ومحاي،
أنا نكتب على اللوحة وأنت كود وراي حرف الميم ماما حرف الباء بابا ماما بابا حبوني علموا وربوني يا ربي خلي ماما والبابا نور عيوني طيب ماما ويه ماما زمنها جاية جاية بعد شوية زمنها وحدك جايبة معها شنطة فيها والزبطة وتقول وك 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 عندي عصفور صغير لشتا حلوين سوا من خلق مين عصفور صغير لشتا حلوين سوا من خلق مين يا عصفورة يا عصفورة لما بسكيش رمي بسكيش ينكم بابا لا 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 برافو 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 شكون اللي عنده نكتة؟ تعال عندك نكتة؟ قول لنا اروح 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 قعد تفضل تعال اقعد قول لهم اسمك؟ ملاك احكي لنا النكتة تاعك ملاك أنا أمي الحلوة كم غنت لي أحلى غنوة أصحو صوفا فتحييها وإذا نادت وألبيها تملو أمي ما ينفعني عما يؤدي هي تمنعني فضلك يا أمي ما أنساها برافو 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 ذكرهم باسمك عماد انت اللي قلت القصبة من قبيلة برافو 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 وين تكون عماد في العاصمة في العاصمة احكي لنا النكتة تاعك لغز ثاني ولا من بلاك ولا غنية قول لغز معلش باطيمة فوق باطيمة فوق باطيمة موراها مرايا شو؟ صباع صبتها هاي قالتها خلاص صباع هو الإصبع شكون اللي عنده نكتة؟ تعال تعال عندك نكتة؟ أروح تعال أروح أروح تعال أقعد هنا عند عمو يزيد واسمك أنت؟ تفضل تفضل واسمك؟ دليل عندك نكتة؟ أحكيها أنا؟ واش نسيتها؟ نسيتها ولا تفكرتها؟ قول ها؟ هاي روح بلاصتك ذكرهم باسمك؟ أكرم أكرم مين جيت أكرم؟ العاصمة العاصمة احكي لنا النكتة تاعك؟ عندي لغز لغز ثاني تفضل لحمة فوق ولح في وسطها مراح عاود لهم لحمة فوق ولح في وسطها مراح وش هو؟ أروح أختك هذه تحبي أخوك؟ تحبيه؟ تحبيه هو أكثر ولا ماما أكثر؟ شكون ماما ولا هو؟ هو هو أكثر ماما؟ إيه أوه أكثر من بابا تاني؟ إيه ألا يتهلا فيك ها؟ يحبك؟ الله يبارك واشن أروح واسمك؟ صالح صالح واش حبيت تقول لنا صالح؟ نكتة نكتة هاي يحكي لنا نكتة يحبينا نكتة هنا بنضحكوا شوية لحنش لحنش والكبش حابوا يعيطوا لسبع لحنش كان يقول س والكبش كان يقول بع ها ليت الكلمة سبع لحنش يقول س والكبش يقول بع برافو 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 عندك نكتة تعالي تعال صابوا اللغز تاعك ولا مازال؟ صابته وش هو؟ سلحفاة ها؟ سلحفاة صابوا سلحفاة برافو واسمك بنتي؟ رانيا وين تسكني رانيا؟ في الأربعة ولاية بليدة يا أخي ها؟ أيوا احكي لنا النكتة تاعك كانت واحدة الخطرة واحدة الطفلة ماماها راحت تبعتها تشري زوج خبزات راحت عند الخبز قالت له اعطيني زوج خبزات عطالها بعد هي خلت الصرف وراحت
خلت الصرف ما صرفت وشو راح ديركت. بعد ذاك البائع قالها لا على ما صفر على ما صرفتينيش. قالت له انت عمي وش نصرف فيك. برافو 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 برافو. اروحي بنتي تعالي 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 تفضلي قعدي. واسمك العروسة؟ عابر. عابر، وين تسكني عابر؟ في المرادية. في المرادية، وش عندك عابر؟ شعر. عندك شعر؟ تفضلي. أيا علم راح فداك أبطال، ولأجلك سالت دماء الشهداء، نضحي ونبقى لك أشبال، وليوم العلم نحن دوما أوفياء. تكبدت لطلبك الجزائر أعلام، ابن باديس لك سيف العظماء. أنت كتاب كان شيخ له صفحات، 16 أفريل ريحانة العلم والعلماء. أطفال شباب شيوخ عزام، على دفن الجهل في مقبرة الجهلاء. جمعية أسس قواعدها الإسلام، تحوي بجوفها علماء بلد الشهداء. العربية لغتنا والإسلام ديننا، حروف ذهبية في قلوبنا شفاء. أنت بنيت بيوتا بلا عماد، ونقشت الهناء في القلوب والصفاء. لولاك لكان العالم في حداد، وكانت البحور تفيض من البكاء. رفعنا راياتك بالعلم ننادي، لتمجيد يوم العلم والعلماء. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. يا أطفال لحقنا دركا فقرة الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي إذا لمسته صاح؟ أروحي واسمك؟ ياسمين. وش هو الجواب؟ الجرس. أوكي قاعدة في بلاستيك. أروحي بنتي وش هو الجواب؟ الديك. الديك. واسمك؟ فرح. فرح. أوكي أروحي بنتي. اقعدوا اقعدوا انا نعيط لكم اقعدوا. واسمك بنتي؟ ميليسا. وش هو الجواب؟ بقرة. البقرة. لا لا بقرة غير تلمسيها تصيح. عندك الجواب؟ نعم. وش هو؟ سلحفات. سلحفات. ارواحي. وش هو؟ الديك. الديك. ارواحي. جرس. جرس. اوكي ارواح. وش هو الجواب؟ غراب. الغواب. وش هو؟ أروحي بنتي. وش هو؟ حيطان. حيطان؟ حيطان. الحصان. لا لا مش الحصان. أروحي بنتي. جرس. الجرس. حقيقة هو الجرس. صبت ياسمين. تعالي ياسمين أعطوك الهدية تاعك. برافو 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 برافو. إذن ياسمين الهدية تاع اللغز تتمثل في سيدي أغاني الأطفال مدرستي، في قبعة مع عمو يزيد، واليوم عمو فؤاد اللي مر مقبلة الساحر يهدي لها هاد العلبة اللي فيها ألعاب سحرية للأطفال الصغار، وريح بعد الحصة يفهمك كيفاش تستعملها. تفضلي بنتي مبروك عليك. شكرا. الحقنا درك إلى فقرة عيد الميلاد. إذن عيد ميلاد سيد أحمد 6 سنوات. تعال سيد أحمد تفضل تفضل تفضل. يلا سيد أحمد يلا تفضل. سيد أحمد تعال يلا. عيد ميلاد السعيد نغنو كامل معها. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد. الله الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. من حبيبك نتمنى صحة وسعادة وهنا، شالله يا ربي لك يا سنة وتعيش أيامها أفراح. شالله يا ربي سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر نمرح نغني نفرح.
ونعيشوا أحلى الأوقات. يا سهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو يلا سيد احمد فوالا برافو 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 ما خليتناش نديرو لك العدد التنازلي معليش 6 5 4 3 2 1 0 هكذا كان مزروب. اروحي بنتي تعالي تعالي عمو يزيد جيب السوفلي تعالي تحبي السوفلي حبيبي الانيفيرسير تاع سيد احمد. اذا سيد احمد كل عام وانت بخير وليدي. إذا سيد أحمد يقطع لنا الكاتو وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة. حبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.